توجيهات سيد رئيس الجمهورية الصادرة عنه في اجتماع مجلس الوزراء أمس يعني هي في محلها، خاصة أنه هذه المشاريع حقيقة في هذه الولايات راح تعز اللحمة الوطنية، وين راح تلاحق الولايات اللي كانت متأخرة تنمويا، يعني مش راح يكون فرق كبير بين الولايات كما كان قبل. ولاية خنش لهذه المشاريع ولا برنامج تكميلي السيد رئيس الجمهورية اللي استفادت منه، ويعني حقيقة مشاريع كلها تصب في صالح المواطن، مثل مشروع السكة الحديدية سواء من ناحية فك العزلة ولا من ناحية توفير مناصب الشغل. نثمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها يوم أمس في المجلس الوزاري، التي تتعلق بالبرنامج التكميلي لولاية خنشلة ومدى تنفيذه، وقد أسدى تعليمات صارمة في تنفيذ البرنامج الذي خص به الولاية التي كانت نوعا ما مهمشة سابقا ولمدة عقود. أنا كمواطنة من ولاية خجلة سررت مساء أمس عندما شاهدنا بأن ولاية خجلة تم إدراجها في الاجتماع لمجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج التكميلي التنموي الذي يشرف عليه السيد رئيس الجمهورية. يعني الشيء المميز لهذا البرنامج التكميلي أنه يحظى بمتابعة دقيقة وشخصية للسيد رئيس الجمهورية. نحن نأمل أن تكون يعني السلطات المحلية تسير هي أيضا في هذا الطرح، والهدف الأسمى هو ازدهار ولايتنا ولاية خجلة التي يعني تستاهل كل خير.